محمد المرتضى درجاج، نقيب هيئة المحامين بتطوان. لقاء اليوم هو تنظيم مشترك بين هيئة المحامين بتطوان ومركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة. هذا المركز الذي جمعته بهيئة تطوان علاقة متينة عن طريق عدة محطات ساهمنا من خلالها في بلورة نقاش حول مجموعة من القضايا سواء المحلية أو الوطنية. ولقاء اليوم نحاول من خلاله تسليط الضوء على موضوع مرتبط بالإشكاليات التي طرحها مجال التشريع بالمغرب. هذا الموضوع هو موضوع آني طبعا ومهم، خاصة أمام الفوران التشريعي الذي تعرفه بلادنا خلال هذه المرحلة، وفيما يتعلق سواء بالنصوص القانونية، مشاريع القوانين إلى غير ذلك، والنقاش الدائر الآن حاليا سواء النقاش العمومي أو على مستوى النقاش المطروح أثناء المسطرة التشريعية. نحاول من خلال هذا اللقاء كذلك عن طريق استضافة فاعلين ومهتمين بهذا المجال أن نساهم كهيئة للمحامين وكمركز فضاء الشمال ولو بجزء يسير في محاولة فهم هذه الإشكاليات ومحاولة الخروج بتوصيات مرتبطة بها، علنا نقدم منتوجا يفيد في هذا الإطار. نوفل مخناس، مركز فضاء الشمال للتنمية والشراكة. نلتقي اليوم في ندوة فكرية علمية وطنية من مدينة تطوان تنظمها هيئة المحامين بتطوان ومركز فضاء الشمال للتنمية والشراكة حول التشريع بالمغرب. سؤال الأزمة، سؤال الفعالية، وسؤال الحكمة. موضوع يندرج في إطار الحوار الوطني حول هذه القضية المهمة، قضية التشريع ببلادنا ومدى ملائمته لدستور 2011. هل المخطط التشريعي الذي انطلقت فيه الحكومة السابقة فعلا استطاع أن يجيب على احتياجات التشريعية ببلادنا؟ هل الحكومة الحالية من خلال عدم مشاريع القوانين فعلا تجيب على هذه الإشكاليات؟ هل لغة هذه القوانين وجودة هذه القوانين فعلا تواكب مستجدات وتواكب التطور الذي تعرفه الحياة بشكل عام، وما جاء به دستور 2011 من مقتضيات كانت متقدمة في مجالات متعددة؟ أحمد الدحماني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. نحضر هذا اللقاء من أجل النقاش وتداول الرأي فيما يتعلق بأزمة التشريع في المغرب. كما تعلمون على أن منذ الإصلاحات الدستورية سنة 2011 وشكل مطلب تجويد التشريع وتنزيل المقتضيات الدستورية إلى أرض الواقع رهانا أساسيا سواء للفاعلين السياسيين أو الأكاديميين أو النشطاء الحقوقيين. الإشكالية الآن على أن كل النوايا الدستورية التي تم التعبير عنها سنة 2011 لم تكتمل بعد على شكل قوانين تنظيمية وعلى شكل قوانين عادية. كذلك الشأن على مستوى فعلية القوانين، لازمنا أمام إشكال حقيقي مرتبط بفعلية القوانين. الإشكال الآخر هو إشكال إدماج حقوق الإنسان ضمن المنظومة التشريعية المغربية الذي لا زال قاصرا. الإشكال الآخر هو إشكال ملء الفراغات التشريعية بمفاهيم جد فضفاضة، بمفاهيم كذلك جد واسعة، والتي تعبر عن إشكال حقيقي مرتبط بجودة التشريع. هناك إشكال كذلك أساسي بالحكامة. الحكامة يعاني التشريع من إشكالية حكامة، بحيث أن الحكامة بمفهومها الواسع على المستوى الدولي تقتضي ضرورة إشراك المواطنين وإشراك الفاعلين في صياغة التشريع. لحد الآن المجتمع والمواطنين والمواطنات والجمعيات غائبة عن حقل المساهمة في المجال القانوني والمجال التشريعي. أعتقد على أن رهان اليوم لدى الحكومة هو رأب الصدع الذي تحقق خلال الحكومات السابقة. الرهان الأساسي إن لم تغطيه الحكومة سنكون أمام إشكال تشريعي حقيقي وأمام أزمة تشريعية خانقة، الشيء الذي يفرض ضرورة التدخل العاجل للفاعل السياسي وللفاعل البرلماني وللفاعل الحكومي.